مدحت صالح الفنان الجميل، واحد من اروع الاصوات اللي شافتها مصر في ال30 سنه اللي فاتوا، كان مع زميله أسماء ابراهيم، اتكلم على تصريحات كتيره جدا ليها علاقه برايه في المزيكا الحاليه والمدارس المزيكا اللي موجوده سواء المهرجانات او الراب. ما حاولش يعني يكون قاسي على اي طرف. اتكلم كمان على رحلته لاسرائيل ووضح ملابساتها، واتكلم على فقدانه لامه وازاي كان عامل كبير جدا من اهتزازه العاطفي. طيب تعال نبص على الفيديو اللي فيه اهم التصريحات. الاشاعه الثالثه اشاعه سفرك لاسرائيل لاحياء حفله غنائيه هناك. مرتين مش مره على فكره، بس هي الكلمه بتخض. دي اشاعه على الحقيقه؟ لا دي حقيقه، بس الكلمه بتخض، كلمه اسرائيل بتخض. بس هو لما تيجي تشوفي انت رحت فعلا اسرائيل؟ لا ما هي شوفي الكلمه بتخض. انا رحت اغني للفلسطينيين في مناسبه عيد الاضحى المبارك، دي مره. المره الثانيه كانت في خيمه رمضانيه، ورحت للفلسطينيين ومش انا لوحدي، كنا مطربين كتير رحنا بالتناوب، يعني انا وسميره سعيد والحلوه ومش عارف ايه، كتير كلنا رحنا. فبس الناس بقى ايه اللي هو الناس اللي دمهم خفيف يقول لك راح الكلمه اللي بتخضهم يعني. بس انا رحت عند دول. مش ممكن تروحي تغني عند في اسرائيل في عيد الاضحى المبارك، ولا تروحي في رمضان في خيمه رمضان؟ لا، يبقى انت رحت عند اخواتنا الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينيه المحتله، وغنيت في افتتاح الفضائيه الفلسطينيه، في اول حفله افتتاح اول فضائيه الفلسطينيه. طبعا ده حديث قديم جديد دايما. لا، وكان في شويه نميمه، وانه اتجوز اربعه طبعا. ورايه في عمرو دياب كهضبه وكيعني نجم الجيل، قال كلام هو مازال. بس انا بيعجبني قوي ان هو بعض الناس قد يعتقد ان مدحت صالح من الجيل القديم، لكن الى الان في ناس بتسمعه وموجود على الترند، بدليل ان تصريحاته اثارت الجدل. يا باشا حفلته طبعًا. في الموسيقى العربيه طبعًا. انت تدوخ عشان تلاقي تذكره طبعا. ده دماغ وصوت واحساس وحاجه طبعًا. رائعه جدا. طيب موضوع عائلي، ايه القصه؟